ما جيتش في الفيلا كام برك، خاصة تشوف الهاتف يعني في التليفون، يعني واحد قصة كاملة عائلية ولا خاصة ولا شخصية، سميها كيما تبغي، أنه تسمح الناس الكل يعني بارطاجيها، سماعات البارطاج أون ديريكت يعني في غير المكان، ما عادش بالبارطاج أنا نظن بلي نتمنى الناس تحفظ شوية على أمورها الخصوصيات، لأنه كون يدخل واحد في الخصوصية نتاعو ما يبغيش هو، ولكن هو بالنسبة لي حرام عليكم وحلال. أنا على كل حال ما نديرهاش ونحارب هذه آفة، يعني في الحقيقة آفة. نتمنى الناس تتحفظ شوية على الأمور الشخصية يعني.